نبدأ النهاردة أخبارنا بأحدث الأخبار اللي ليها علاقة بنشاط الرئيس السيسي. النهاردة كان في تصريح للرئيس السيسي بيؤكد دعم مصر الكامل للأمم المتحدة في مواجهة مختلف التحديات وخاصة الجريمة والمخدرات. التصريح ده كان النهاردة للرئيس السيسي خلال لقائه بدكتورة غادة والي، وهي وزيرة التضامن سابقا، وحاليا هي بتشغل منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب. خلال اللقاء دكتورة غادة والي أكدت على دور مصر في أن هي تكافح الجريمة المنظمة والمخدرات، خاصة كمان الجريمة العابرة للحدود. خلينا نعرف أهمية هذا اللقاء وما تم التطرق إليه خلال لقاء الرئيس بدكتورة غادة والي، وكمان دور مصر في مكافحة هذه الجرائم، من خلال استقبالنا عبر الهاتف السفير جلال الرشيدي، عضو وفد مصر بالأمم المتحدة سابقا. برحب بك سيادة السفير. مبدئيا كل سنة وحضرتك طيب، وعايزين حضرتك تقول لنا أهم ما تم طرحه في خلال لقاء النهاردة ما بين الرئيس السيسي ودكتورة غادة والي. أستأذنك سيادة السفير، يعني الصوت مش واضح، فلو تقف في مكان يكون في شبكة أكتر. خلال اللقاء مع الدكتورة غادة والي أكد لها دور دعم مصر لدور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية أيضا المتعلقة بمكافحة الجريمة المخدرات والإرهاب، فضلا عن أن يعني أيضا أكد على تعزيز مصر لجهود الأمم المتحدة وجهود مصر في تبادل الخبرات في مجالات العمل اللي هي بتهدف لتفعيل برامج الأمم المتحدة في هذا الإطار الخاص بالمخدرات والجريمة وأيضا حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان طبعا يكون سببا في كون الأمن والاستقرار. وطبعا زي ما كان معروف كان في مؤتمر يعني في خلال شهر ديسمبر عن الفساد ومكافحة الإرهاب في مدينة شرم الشيخ. صحيح. وكان دارس هذا المؤتمر الوزير حسن عبد الفتاح، وهو الرئيس الجديد للرقابة الإدارية في مصر. طيب سيادة السفير، لو هنتكلم على دور مصر في مكافحة الجريمة وخاصة كمان الإرهاب. طب تمام، احنا طبعا زي ما عايزين طبعا مصر مفروض انها ملتقى في عدة نقاط في حدودها مع نقاط كثيرة من الشرق والغرب والجنوب ايضا بل والشمال ايضا. وبالتالي ان مصر استطاعت مؤخرا كما هو ظاهر حتى من خلال الاجراءات ووكالات الانباء والاخبار الدوليه استطاعت ان تسيطر على حدودها باعتبارها انها دوله يعني ليست دوله لا تهدد اكيد احدا ولا تسمح بان اي ان يبقى في لاجئين او عبور للاجئين وعبور غير شرعي إلى دول أخرى. مصر لا عندها 6 مليون شخص من دول مختلفة، وهؤلاء ال 6 مليون دول ضيوف على مصر يتوفر لهم الإجراءات والإمكانيات العامة لتتوفر لأي مصري، يعني بيعتبروا مصريين وتقوم مصر بتقديم كل التسهيلات. وبالتالي النهارده يعني دكتورة غادة والي وجهت القضية إلى آخره مظبوط والمالية والإنسانية في إطار كل البرامج والاستراتيجيات صحيح اللي مصر أعلنت عنها، استراتيجية حقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية اللي هي اللي اتكلمت فيها عن مواجهة التحديات ومواجهة المخدرات. مظبوط. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير جلال الرشيدي، عضو وفد مصر بالأمم المتحدة سابقا، على كل المعلومات دي.